الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي طلاب الصف الثالث من متوسطة جيل الريادة، طبتم وطابت أيامكم، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو اسم الآلة. اسم الآلة تعريفه، صياغته، أوزانه. تعريف اسم الآلة: هو اسم مشتق للدلالة على الأداة أو الآلة التي يؤدى الفعل بواسطتها. مشتق يعني مأخوذ من غيره، يدل على أداة أو آلة تؤدى بها الأعمال أو الأفعال. صياغته: يصاغ اسم الآلة من الفعل الثلاثي المتعدي على ثلاثة أوزان، وأشهرها مفعال مثل منشار، مفتاح، محراث. مفعل مثل مبرد، مثقب، مغزل. مفعلة، محبرة، منقلة، مبراة. وهذه أشهر الصيغ. أضاف مجمع اللغة العربية بالقاهرة وزنين هما فعال يستخرج منه براد، سخان، وفعالة يصاغ منها أو على وزنها غسالة وثلاجة. وقد سمع في كلام العرب قديما أسماء لآلات مشتقة من الفعل على غير هذه الأوزان، أي الأوزان السابقة، مثل مكحلة، وفعله كحل، ومنخل، وفعله نخل. وهناك أيضا أسماء آلة نقلت سماعيا، أي على غير قياس، منقولة عن العرب على غير أوزان، لا هي مأخوذة من الفعل ولا لها وزن تقاس عليه، مثل الفأس، اسم جامد غير مشتق، الساطور، السكين. وهناك أيضا أوزان جديدة في العصر الحديث، أهمها فعال منها حزام وستار، وفاعلة منها ساقية، فاعول منها حاسوب، فاعولة منها طاحونة، وهكذا. مع كتابنا والصنف اللغوي صفحة 154، أرجو بعدما أخذنا نبذة عن اسم الآلة أن نشارك في الإجابة. يا أبطال، بسم الله. اسم الآلة، نتأمل هاتين الصورتين ثم نجيب عما يلي: من أي أنواع المشتقات كلمة طالب؟ درسنا قبل ذلك كيف نزن الكلمات. طالب من أي أنواع المشتقات؟ أسمع من يقول: اسم فاعل، أحسنت. وزنه: مفعول. لا، وزنه فاعل، أحسنتم. يقول: أستخرج من العبارات المكتوبة اسم فاعل من فعل أكثر من الثلاثي، أي يزيد عن ثلاثة أحرف، ثم أبين الفعل الذي اشتق منه. من يجيب؟ أسمع من يقول:
ها أحسنتم، المخدرات. نعم، الفعل الذي اشتق منه خدر. نعم، ننتقل إلى سؤال آخر. يقول: جيم، أسمي من الصورة ما يلي: آلة للقطع، سكين. نعم، آلة للحقن. من يجيب يا شباب؟ أحسنتم، إبرة. نأخذ بعد ذلك نقرأ: ازدادت مشاكل مدمن فأصبح مراقبا كأنه تحت مجهر على وزن. من يجيب يا شباب؟ مفعل. نعم، مطرقة، مفتاح. قبل أن نكمل الأسئلة ننبه أن الاسم نوعان، جامد ومشتق. فالاسم الجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل، أي غير مشتق، مثل حجر، درهم، الشمس، القمر، الركض، وهكذا. أما الاسم المشتق ما كان مأخوذا من الفعل، مثل عالم ومتعلم. نعم، يقول: أختار الإجابة الصحيحة مما يلي: الأسماء الملونة في الأمثلة السابقة، مجهر، مطرقة، مفتاح، تدل على زمان الفعل. هل مجهر يدل على زمان الفعل أم تدل على أداة يكون بها الفعل؟ يكون بها الفعل. هل هي جامدة أم مشتقة؟ هل هي اشتقت من غيرها؟ مجهر، مفتاح، مطرقة. نعم، هي مشتقة. نعم، أكمل الجدول التالي وفق المطلوب: الاسم والوزن والفعل الذي اشتق منه وعدد أحرف الفعل. مجهر، ما وزنه؟ نعم، مفعل. أحسنت، الفعل الذي اشتق منه جهر، عدد أحرفه رباعي. أحسنت، بل هو ثلاثي. مطرقة، على وزن. مفعلة، اشتقت من طرقة وهي أيضا ثلاثي. مفتاح، من يقول؟ مفعال، من الوزن، فتح، ثلاثي. أحسنتم يا شباب. إذن نكتشف يا شباب أن اسم الآلة هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي للدلالة على أداة أو آلة يكون بها الفعل. أحسنتم. كما قلنا يا شباب في الإضاءة، سمع عن العرب، أي أثر عنهم، أسماء للآلة مشتقة من الفعل خارجة عن الصيغ القياسية، كما قلنا منخل ومكحلة، مكحلة. نعم، كما قلنا أن مجمع اللغة العربية في عصرنا الحديث أقر عدة صيغ أخرى كما تكلمنا قبل ذلك: فعالة وفاعلة وفاعول وفعال على وزن عداد. يشتق اسم الآلة من الفعل الثلاثي على ثلاثة أوزان مشهورة، هي كما قلنا يا شباب مفعل ومفعلة ومفعال. أحسنتم. ليكن الجميع كالسيف القاطع على كل باطل، أستخرج من المثال السابق اسم آلة للقطع. من يقول؟
نعم هو السيف. هل هو مشتق أم جامد؟ أحسن من قال أنه جامد. يقول المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أستخرج من البيت السابق أسماء آلة جامدة، هي السيف والرمح والقلم. أحسنتم. لاحظ معي أن اسم الآلة قد يأتي جامدا غير مشتق، مثل سكين وفرجار. إذن بعدما عرفنا اسم الآلة، ليكن تعريفه اسم يدل على أداة أو آلة يكون بها الفعل، قسماه مشتق نعم وجامد، أوزانه مفعل أي مثاله مبضع، مثل المشرط. المبضع مثل المشرط الذي يشرط به صغير. أيضا مفعلة ومفعال، مثال مفعلة ملعقة، ومفعال مفتاح. جامد، قلنا أن اسم الآلة له قسمان، إما أن يكون مشتقا أو جامدا. جامد مثل من يقول فأس أو سكين أو سيف. أحسنتم، بارك الله فيكم. الله تعالى عند هذا الحد، وأترك هذه الأسئلة لكم حتى تجيبوا عليها، ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس جديد، فعلى خير نلتقي. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ مؤنس حسن الجهيني من متوسطة جيل الريادة.